السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ ان شاء الله بنكمل النهارده الكروم نيجاتيف باسلاي اللي انتوا بداتوا بيها السكشن اللي فات. الكروم نيجاتيف باسلاي اللي بنتكلم عليها مني تو فاميليز، بتندرج تحت اتنين فاميلي اساسيين. اول فاميلي فيها هي فاميلي انتيرو بكتيريسي، بنتكلم فيها على الاشريشيا كولاي والكليبسيلا نمونيا والشيجيلا فليكسناري والسالمونيلا طافيميوريوم والبروتياس ميرابيليس. تاني فاميلي بنتكلم عليها هي فاميلي سودومونيسي، وهندرس منها بس سودوموناس اوريجينوس. اتفقنا عشان اعمل ايدنتيفيكيشن لاي مايكرو اورجانيزم بمشي بكاسكيد معين كده او خطوات بالترتيب. اول حاجه هي الميكروسكوبيكال اكزامينشن، بشوفها تحت الميكروسكوب هل هي جرام رياكشن بوزيتيف جرام رياكشن نيجاتيف. في حاله زي ما كنا بنتكلم النهارده على جرام نيجاتيف بس اللايف، فالمفروض ان الكالر بتاعها هيبقى ريد لان هي جرام رياكشن نيجاتيف، المفروض ان الشيب بتاعها هي رودز والارنجمنت بتاعها بيكون سكاتر سنجل سكاتر. بعد كده ممكن بنعمل تكنيك ثانيه فور ستيننج ميكروسكوبيكال اكزامينشن، حاجه زي الكبسول ستيننج تكنيك، لان ده هيفيدني في حاله زي الكليبسيلا نمونيا اللي هي كانت كبسولين. تاني خطوه بنعملها هي الكالتشر، وانتوا اخدتوا ان الجرام نيجاتيف بكتيريا بنسرحها على الماكونكي، واخدتوا مين ماكونكي بوزيتيف ومين ماكونكي نيجاتيف، وازاي شكل الكولوني بتاعه الايكولاي والكليبسيلا نمونيا كنا بنقدر نعملهم ديفرنشيشن. تالت حاجه هي البايو كيميكال تيست، النهارده ان شاء الله هنتكلم عن تو بايو كيميكال تيست بناخدها فور ايدنتيفيكيشن اوف الجرام نيجاتيف باثولوجي. اول واحد فيهم هو الاندول تيست. الاندول تيست ده من اسمه ان انا بعمل ديتكشن لاندول، هل الاندول موجود ولا لا. طب الاندول ده هيجي منين؟ انا بحط ان المايكرو اورجانيزم تريبتوفان امينو اسيد، التريبتوفان امينو اسيد لو البكتيريا دي بتطلع لي تريبتوفانيز انزيم، التريبتوفانيز هيكثر لي التريبتوفان، هيطلع ناتج الهيدروليسيس ده هيطلع منه الاندول. انا بعمل ديتكشن للاندول. طيب الكومبوزيشن بتاعت الميديا اللي انا بحطها بتبقى تيست محطوط في قلب تيست تيوب، بنعمله في قلب تيست تيوب. تيست تيوب دي بحط في قلبها ببتون ووتر فور نيوتريشن، بحط في قلبها التريبتوفان، واهميه التريبتوفان هو السبستريت للاندول، السبستريت اللي هيشتغل عليها الانتروبتوفانيز انزيم فيطلع منه الاندول. بعد كده بعد الانكيوبيشن بحط عندي الكوفاكس ريجنت، اهميه الكوفاكس ريجنت ده ايه؟ ان الاندول لما طلع، لو حتى المايكرو اورجانيزم بيطلع لي تريبتوفانيز انزيم وكسر لي التريبتوفان وطلع منه الاندول، الاندول ملهوش لون، ما كده ما عملتش ديتكشن، هو اوريدي بقى موجود في الميديا بس ما عملتش ديتكشن. فانا المفروض بحط الريجنت هيتفاعل لي مع الاندول اللي طلع ناتج الهيدروليسيس ده، وناتج التفاعل هيكون عندي كلر، فالكلر كده هيسهل لي ان انا اعمل ايدنتيفيكيشن ان والله الاندول موجود او مش موجود. البرنسبل بتاعتنا ايه؟ اول حاجه التريبتوفان، في وجود التريبتوفانيز انزيم هيتكثر ويديني اندول. الاندول كده حاجه كلرس، بحطه مع بحط له الكوفاكس ريجنت بعد الانكيوبيشن. الكوفاكس ريجنت دي اسم تاني اسمه البارا ديميثايل امينو بندلدايت، الاثنين دول هيتفاعلوا مع بعض هيبقى نتيجه تفاعل هي ريد فايلت رينج، هيطلع على هيئه رينج. ليه طلع على هيئه رينج؟ لان الكوفاكس اصلا ده بيكون حاجه اميسابل مع الووتر، فلازم بياخد طبقه فوق. الطبقه اللي فوق دي في الغالب في العادي بيكون لونها يلو قبل التفاعل. لو هي ستيل يلو معنى كده ان مفيش تفاعل مفيش اندول، لو لونها اتغيرت للريد يبقى كده حصل تفاعل مع اندول واندول موجود في الميديا، استنتج من كده ان التريبتوفانيز انزيم موجود. الريزلت اللي ممكن تطلع زي ما اتفقنا ان انا عندي رينج بتبقى موجوده في قلب الميديا، الرينج بقت ريد فايلت رينج، معنى كده ان هو تريبتوفانيز بروديوسر، وده بيطلع في حاله تو بكتيريا اللي هي الايكولاي والشيجيلا فليكسنير. لو الرينج ستيل يلو لسه في الشكل في اللون الاساسي بتاع الكوفاكس ريجنت اصلا مفيش كده، معنى كده ان مفيش اي تفاعل، معنى كده ان هي نيجاتيف تريبتوفانيز بروديوسر. ده الغالبيه من الجرام نيجاتيف باسيلاي اللي هي حاجه زي كليبسيلا نمونيا والسالمونيلا طافيميوريوم والبروتياس والسودوموناس اوريجينوس. تاني تيست بنتكلم عليه هو الام اي يو تيست او الموتيلتي اندول يوريس تيست. المفروض هتعرفي الام اي يو، وده الام اي يو اختصار لايه؟ يعني ما تعرفش الام اي يو بس، لا هتقول ان ده موتيلتي اندول يوريس تيست. اصلا اسمه الكبير ده بيدل لي على اني بعمل بي ديتكشن لايه، بعمل بي ديتكشن للموتيلتي، بعمل بي ديتكشن لليوريز انزيم هل المايكرو اورجانيزم بيطلعه ولا لا، بعمل ديتكشن هل المايكرو اورجانيزم بيطلع لي تريبتوفانيز انزيم ولا لا. فده الاسم بيدل على الايم اوف التست. الكومبوزيشن اللي بحطها في قلب الميديا، اول حاجه بحط نيوترنت كومبوننت، هي بتكون عباره عن تيست تيوب صغنونه كده، مش تيست تيوب كبيره، تيست تيوب صغنونه، بحط في قلبها نيوترنت كومبوننت فور نيوتريشن، بحط عندي سوفت اجار عشان يساعد لي على الموتيلتي. لو المايكرو اورجانيزم حطيته كان موتايل وحطيته في قلب الاجار العادي مش هيقدر يحصل له ديفيوجن، وبالتالي هيبان كنون موتايل، فانا لازم بحط حاجه بتساعد لي على الموتيلتي، ميديا المايكرو اورجانيزم يقدر يعمل في قلبها ديفيوجن، فبنحط له سوفت اجار عشان يساعد لي على الموتيلتي. بعد كده مش المفروض بعمل ديتكشن لليوريز انزيم، فبحط كومبوننت عشان اعمل ديتكشن لليوريز، بحط اليوريا كسبستريت لليوريز انزيم. طيب اليوريا لو اليوريز انزيم موجود هبتدي يحصل لها هيدروليسيس ويطلع عندي الامونيا، الامونيا مش سهله برضو في ديتكشن، يعني لوحدها مفيش كده مش هقدر اعملها ديتكشن قوي، فبحط عليها بي اتش انديكيتور، البي اتش انديكيتور ده هيتغير لونه بتغير البي اتش، الامونيا لما طلعت البي اتش بقت الكالاين، فبقت الفينول ريد ده هيتحول لبينك في الكالر، لكن هو في العادي في الاسيديك وفي النيوترال ميديا بيكون لونه يلو،
يبقى كده عملنا ديتكشن للموتيلتي عن طريق السوفت اجار، عملنا ديتكشن لليوريا عن طريق اليوريز انزيم عن طريق اليوريا والفينول ريد. بعد كده بقى عندي الاندول او التريبتوفانيز برودكشن ديتكشن. اول حاجه حطيت التريبتوفان كسبستريت للتريبتوفانيز انزيم، تاني حاجه بعد الانكيوبيشن بحط عندي الكوفاكس ريجنت عشان يتفاعل مع الاندول لو كان حصل له ريليس، لو اتفاعل مع الاندول هيديني كلر وهشوف. يبقى كده الكومبوزيشن نيوترنت اجار، حط نيوترنت كومبوننت، عندنا سوفت اجار وعندنا يوريا وفينول ريد وتريبتوفان، وحطيت الكوفاكس ريجنت بعد الانكيوبيشن. البرنسبل بتاعه الاندول احنا اخدناها في التست الاولاني، هنيجي بقى على اثنين برنسبل ناخدهم دلوقتي، البرنسبل بتاعه الموتيلتي والبرنسبل لليوريز. البرنسبل بتاعه الموتيلتي ان لو المايكرو اورجانيزم بتاعي كان نون موتيل يبقى هيحصل له جروث بس مكان ما انا زرعته، مكان ما انا حطيته بتوس بيكسا او بتشيش طابوق، هو بس هيبقى في السايد ده الكروس ات سايت اوف انكيوليشن بس، مش هلاقيه في قلب الانبوبه، مش هلاقيه حصل له ديفيوجن في قلب الانبوبه كلها. طب لو المايكرو اورجانيزم بتاعي سلايتلي موتيل، موتيل بس الموتيلتي بتاعته خفيفه على قده، فلاقي الجروث بتاعي مكان ما انا حطيته في منطقه صغيره حواليه، يعني كاني مكان ما انا حطيته في الدايره صغيره قوي على حواليه، هلاقيه في سايت اوف انيكوليشن وشورت ديستانس فروم سايت اوف انيكوليشن. التربيتي هنا ما بتكونش باليه الانبوبه، بتكون في جزء من الانبوبه. هايلي موتايل لا، ده الاقيه انتشر في كل الانبوبه كلها والانبوبه بتاعتي بتكون هايلي تربت. بعد كده ديتكشن اوف اليوريز، اليوريز المفروض ان انا حطيت له اليوريا كسبستريت، اليوريا في وجود اليوريز هيحصل لها هيدروليز ويطلع عندي امونيا. الامونيا دي حاجه بيزك بتخلي الميديا الكالاين، ففي وجود الفينول ريد كانديكيتور هيتحول لونها لريد كلر. يبقى انا كده عملت ديتكشن للاندول في التست من اول تيست والبرنسبل بتاعته، عملت ديتكشن لليوريا لليوريز وديتكشن للموتيلتي. الريزلت اللي بنشوفها انا بقول اما اي 2 اما اي يو تيست بوزيتيف او نيجاتيف على اساس ايه، انا بخليك تحكم لي بس اما اي يو بوزيتيف او نيجاتيف على حسب هل هو يوريز بروديوسر ولا نون يوريز بروديوسر. بسهل عليك لان انا ممكن اجيب لك الانبوبه واقول لك قول لي ده اما اي يو بوزيتيف ولا نيجاتيف، واسالك بقى هو يوريز بوزيتيف اندول بوزيتيف ولا نيجاتيف موتايل ولا نون موتايل، فتبقى صعب عليك انك تعمل لي ديتكشن. فانا بس من الانبوبه الصغيره بقول لك والله هو بوزيتيف او نيجاتيف على حسب اليوريز، الباقي انت بتحفظه نظري لكن ما بتشوفوش في الانبوب. كمان عشان تبان عندي الموتيلتي في التست تيوب قوي محتاج ان انا احط انيكولام عالي جدا او هيفي انيكولام قوي عشان تبان عندي الموتيلتي، في الغالب ده مش بيحصل. فانا بسهل لك انت تقولي بوزيتيف او نيجاتيف على حسب هل هو يوريز بروديوسر ولا نون يوريز بروديوسر. لو كان بينك كولر معنى كده ان الامونيا طلعت عشان كده الفينول ريد اخد البينك كولر، فهي هنا بريوريز بروديوسر زي ثلاثه مايكرو اورجانيزمات اللي هي كانت البروتياس ميرابوليس والسوتومونس اوريجينوزا والكليبسيلا نومونيا. لو كانت يلو كولر معنى كده ان مفيش امونيا برودكشن، مفيش يوريز انزيم، معنى كده ان هي نيجاتيف يوريز بروديوسر زي ثلاثه مايكرو اورجانيزمات اللي هي الايكولاي والشيجيلا والسالمونيلا تايفيميور. الجدول ده انت بتعرف لي مين يوريز بروديوسر ومين نون بروديوسر، مين موتايل ومين نون موتايل، والموتايل هتعرفي مين سلايتلي موتايل ومين هايلي موتايل. عندنا اثنين نون موتايل اللي هي الايكولاي والكليبسيلا نمونيا، واثنين هايلي موتايل البروتياس والسالمونيلا، واثنين سلايتلي موتايل التشيجيلا والسودوموناس اوريجينوس. طيب انا بتكلم على بكتيريا موتايل ونون موتايل، هنتكلم بقى على الموتيلتي. الموتيلتي بتيجي من ايه؟ في الغالب معظم المايكرو اورجانيزمات بتحصل لها موتيلتي عن طريق الفلاجيلا. الفلاجيلا دي مش بس بتساعدني على الكلاسيفيكيشن انا هقول البكتيريا موتايل ولا نون موتايل، لا ده اللوكيشن والارينجمنت بتاعها يقول لي هيساعد لي اكتر على الكلاسيفيكيشن. ليه؟ لان انا لو عندي فلاجيلا واحده بنسميها مونو ترايكوس فلاجيلا، طيب لو انا عندي 2 فلاجيلا واحده على كل سايد فبنسميها انفي ترايكوس فلاجيلا، لو انا عندي فلاجيلا كتير على البادس بتاعه المايكرو اورجانيزم كله مغطياه كله فده بنسميها بيري ترايكوس فلاجيلا، ولو عندي فلاجيلا كتير بس على الجنبين او على جنب واحد فدي بنسميها لوفو ترايكوس فلاجيلا. يبقى البكتيريا الموتيلتي في الغالب بيحصل لها موتايل عن طريق الفلاجيلا، الفلاجيلا بتساعد لي على الكلاسيفيكيشن لان هي موتايل او نون موتايل على حسب الفلاجيلا اصلا موجوده ولا لا، كمان على حسب اللوكيشن وعلى حسب الارينجمنت بتاعتها اللوكيشن والنمبر بتاعها ببتدي اقسمها اعملها فيرزر كلاسيفيكيشن، هل هي مونو ترايكوس بري ترايكوس انفي ترايكوس لوفو ترايكوس فلاجيلا. طب احنا اتكلمنا على الفلاجيلا كتير، ايه هي الفلاجيلا؟ هي اورجان اوف لوكوموشن، هي المفروض شبه الهير، هي لايك ستراكشر او فيلامنت لايك ستراكشر، عندها مكنه اللي بتديها الطاقه بتبقى موجوده في قلب السيتوبلازميك ميمبرين، في قلب الميمبرين بتاع البكتيريا بنسميها روتري بيز او روتري موتور او بيزال بودي، وعندي الفيلامنت او الهير لايك ستراكشر اللي عامل اكستنشن بره الخليه اللي هي الفيلامنت، والاثنين مربوطين ببعض بالهوك. يبقى هي عباره عن ثلاث اجزاء، البيزال بودي اللي موجود في قلب السيتوبلازميك ميمبرين، وفي جزء حصل له اكستنشن بره الخليه اللي هو كان لونج فيلامنت، والاثنين مربوطين ببعض عن طريق هوك.
ده شكل تاني بيتوضح لي الفلاجيلا كومبوزيشن، البيزا البودي موجود في السيتوبلازميك ميمبرين او واخد الميمبرينز بتاعت البكتيريا كلها ماشي، والهوك والفيلامنت. ده زي حاجه زي كويس كده، الناس هتعرف لي ده ايه اول حاجه رقم ايه مثلا، فهي عندها 1 تايب اوف الفلاجيلا، 1 فلاجيلا، فده معناها ان هي مونو ترايكوس فلاجيلا. رقم بي عندها فلاجيلا كتير في ناحيه واحده، فده عباره عن اللوفو ترايكوس فلاجيلا. رقم سي عندها 2 فلاجيلا واحده في كل جانب، فبقت عباره عن الانفي ترايكوس فلاجيلا. ورقم دي الفلاجيلا حصل لها ديستريبيوشن على البادي كله بتاع المايكرو اورجانيزم، وده بنسميها بيري ترايكوس فلاجيلا. طيب انا بشوف البكتيريا موتايل ولا نون موتايل ازاي؟ بنشوفها بثلاثه ميثود. اول حاجه الويت ماونت ميثود، السوفت اجار ستابنج او بنسميها تيوب ميثود، وثالث حاجه هي الفلاجيلر ستيننج ميثود. اول حاجه هي الويت ماونت ميثود. الويت ماونت ميثود دي اسهل طريقه ان انا اشوف البكتيريا موتايل ولا نون موتايل، ان انا باخد بكتيريا السسبنشن وبحطها على سلايد وبغطيها بالكفر وبشوفها تحت الميكروسكوب، وبشوف البكتيريا بتاعتي بقى موتايل ولا نون موتايل من غير رستين ولا اي حاجه. بعد كده عملنا موديفيكيشن في الويت ماونت ميثود، سميناها الهانجنج دروب ميثود، بدل ما الدروب بتاعت السسبنشن بتاعت البكتيريا بنحطها على السلايد على طول او السلايد العاديه، بقينا بنحطها في سلايد في قلبها كونكيف كافيتي، في قلبها ديبريشن عشان تبقى الدروب موجوده في قلب الكافيتي ده. ازاي بنحطها؟ اول حاجه بناخد دروب من البكتيريا سسبنشن وبنحطها على الكفر، بعد كده بنحط الكفر او بنغطي الكفر بالسلايد بتاعتنا اللي في قلبيها الدبريشن، مش السلايد العاديه، هي سلايد في قلبيها الدبريشن، ونعمل انفرشن كده، الدروب اللي كانت موجوده على الكفر وقعت في قلب الدبريشن اللي موجود في قلب السلايد بس. بعد كده بنحط عليها اويل ونعمل لها مايكروسكوبيكال اكزامينشن. تاني طريقه هي السوفت اجار ستابنج او بنسميها التيوب ميثود. هنا الميديا دي او الطريقه دي محتاجه سبيشال ميديا، سبيشال ميديا في قلبها كومبوننت من خلاله هيسهل لي او اللي انا اشوف البكتيريا موتايل ولا نون موتايل، حاجه بتسهل لي الفيجوال انسبكشن. بعد كده كمان حاجه ضروريه جدا ان التيوب دي لازم يكون في قلبها سوفت اجار، ما هي اصلا اسمها سوفت اجار، لان لو انا حطيت الاجار العادي البكتيريا مش هتقدر يحصل لها ديفيوجن ولا موتيلتي فيها، فالنيجاتيف ريزلت هتظهر على هيئه ان البكتيريا بيحصل لها جروث مكان ما انا حطيتها بس. طب البوزيتيف ريزلت، لا هلاقي فيه تيتربيديتي في التست تيوب ومش مكان ما انا حطيتها بس، في ديفيوجن بقى، هل هو ديفيوجن شويه صغيرين فتبقى سلايتلي موتايل، ولا ديفيوجن ملا التست تيوب كلها فهو يبقى هايلي موتايل. في الميديا بتاعتي بحط التيتراسوليوم سولت او التي تي سي، ونعرف الاسمين، ده عباره عن كلر انديكيتور لوحده كده ما فيش ليه اي لون، لكن مع البكتيريا المنطقه اللي بيحصل فيها بيها بكتيريا جروس بيخرج فيها بيها بكتيريا الميتابولايتس، الميتابولايت دي بتعمل لي ريدكشن للتيتراسوليوم سولت، فبيتكون منه الفورمازان، والفورمازان ده حاجه ليها كلر عشان كده انا بعملها ديتكشن، الكلر بتاعها بيكون ريد. عندنا ثلاثه تيست تيوب مثلا موجودين قدامنا، التيست تيوب اللي في النص الريد كلر في النص مكان ما انا زرعت بس، مكان ما انا زرعت بس يبقى هي نون موتايل بكتيريا. ليه؟ لان هنا البكتيريا موجوده في النص، فالميتابولايتس اللي هتعمل لي ريدكشن التيتراسوليوم سولت موجوده في النص بس او مكان ما انا زرعتها بس، فهنا حصل فورميشن للفورمازين بس في المنطقه اللي انا زرعت فيها، فتكون اللون الاحمر في المنطقه دي. الانبوبه اللي كلها احمر دي بتدل على ان البكتيريا حصل لها ديفيوجن في التست تيوب كلها، كنتيجه لذلك الميتابولايتس خارجه ماليه تيست تيوب، عملت لي ريدكشن لكميه كبيره جدا من تيتراسوليوم سولت، وتكون عندي كميه فورمازان كتير، فمليت لي الانبوبه احمر، يبقى دي هايلي موتايل. الانبوبه الثانيه في ريد كولر بس مش مكان ما انا حطيته، في نفس الوقت مش مليل التيست تيوب، معنى كده ان البكتيريا حصل لها سلايد ديفيوجن في كميه من الميتابولايتس بس مش كتير، مش لان البكتيريا مكان الميتابولايتس مكان ما البكتيريا بيحصل لها ديفيوجن فمش كتير، فعملت لي ريدكشن للتيتراسوليوم سولت الفورمازين بس بكميه مش كبيره، فدي تبقى سلايدلي موتايل بكتيريا. تالت حاجة في الديتكشن هي الفلاجيلا ستيننج، بريح نفسي وبعملها ستيننج بالسيلفر. لما بعملها ستيننج الخلية نفسها والفلاجيلا كلها بتتصبغ باللون الدارك براون، فعندنا صورة مثلا زي اللي احنا شايفينها دي عبارة عن بري ترايكوس فلاجيلا اللي كانت موجودة في السالمونيلا طايفي. عملنا لها ستيننج بالسيلفر ستيننج تكنيك، ظهرت عندي بالدارك براون كلر، سواء كانت الخلية السوارمر اللي هي في قلبها الفلاجيلا او البلانكوتونيك اللي هي ما كانتش في قلبها الفلاجيلا. اخر حاجه هناخدها هو الاي بي اي سيستم. الاي بي اي سيستم محتاج شويه تركيز بس هو ان شاء الله سهل. الاي بي اي ده اختصار لايه؟ ترم اسمه اناليتيكال بروفايل اندكس، ومفروض تبقى عارف لي ده اختصار لايه، مش بس هتعرف لي اي بي اي، لا هو اناليتيكال بروفايل اندكس. الاي بي اي سيستم ده عباره عن شريط، عباره عن ستريب كده في قلبيها تيوبس صغيره، مايكرو تيوبس، اناليب صغيره قوي، كل انبوبه من دول بيحصل في قلبيها تفاعل معين، كل انبوبه حاطه في قلبيها سبستريت اللي تلزم للتفاعل ده، يعني وليكن الاندول تيست، فانا عندي المايكرو تيوبيول تيوبس بتاعت التيوب بتاعت الاندول تيست حاطه في قلبيها التريبتوفان، وعندي مثلا انبوبه للستريت، وعندي انبوبه للH2S برودكشن، وهكذا،
يبقى انا عندي عباره عن ستريب في قلبي انابيب صغيره قوي، كل انبوبه من دول في قلبي ديهايدريتد سبستريت اللازمه لحدوث تفاعل معين. طب هي ديهايدريتد ازاي يحصل عندي تفاعل؟ ما انا بحط عليها بكتيريا سسبنشن فيبتدي يحصل لها ريكونستيتيوشن. يبقى انا كده حصل لها ريكونستيتيوشن بالمايكرو اورجانيزم اللي انا عايزه اعرف ده مايكرو اورجانيزم ايه، هعمل لها انكيوبيشن، وبعد الانكيوبيشن هجيب الستريب تاني جبته من الانكيوبيتور. في حاجات في تفاعلات هاخد الريزلت بتاعتها زي ما هي كده مش هزود لها اي حاجه، في تفاعلات تانية لا محتاج ان انا ازود عليها حاجه، زي الاندول مثلا كنا بنزود بعد انكيوبيشن الكوفاكس ريجن اللي هيتزود له حاجه هزودها والباقي خلاص هخليه. يبقى انا كده الناتج عندي هو ستريب في قلبي الوان كتير. طب انا برضو هعرف التست ده بوزيتيف ولا نيجاتيف من ايه؟ المفروض بيكون معايا كده شيت ببقى عارفه، وليكن الاندول تيست المفروض لو بوزيتيف يبقى عندي ريد فايلوت رينج، لو نيجاتيف هيبقى عندي يلو رينج، وهكذا ببقى عارفه كل تفاعل ايه البوزيتيف وايه النيجاتيف ليه. يبقى انا كده طلعت ستريب في قلبي الوان كتير للمايكرو اورجانيزم. ازاي هعمل له انتربريتيشن بقى؟ الستريب ده اتفقنا ان هو في قلبيها تيستات كتيره قوي، التيستات الكتيره دي بنقسم كل ثلاثه تيستات بنحطهم مع بعض ويبقوا نسميهم ده جروب. يبقى هي التيست ده الكام تيست ال 20 تيست ده الستريب اللي قدامنا ده عباره عن الاي بي اي 20 اي 20 اي، يعني هو في قلبيها 20 تيست. فانا هقسمه 7 جروب، كل جروب هيبقى في قلبيها 3 تيستات ما عدا اخر واحده يبقى في قلبيها 2. طب الثلاثه تيستات دول المفروض ان انا هرقمهم واديهم ارقام، بحيث ان السبعه جروب اللي كانوا اللي انا قسمتهم دول هطلع منهم بسبع ارقام جنب بعض. ماشي؟ فانا اول جروب بنديهم ارقام ايه؟ 1 و2 و4 بالترتيب. الجروب في قلبيها 3 تيستات، فاول تيست بياخد 1 وتاني تيست بياخد 2 وتالت تيست بياخد 4. تاني جروب في قلبيها 3 تيستات هنديهم 1 و2 و4. تالت جروب في قلبيها 3 تيستات هيديهم 1 و2 و4، بمشي ارقمهم 1 و2 و4. بعد كده ببتدي اعمل ريكول ريزلت بتاعتي ايه بوزيتيف وايه نيجاتيف. اللي بوزيتيف هنديله القيمه اللي كانت موجوده عنده، واللي نيجاتيف مش هنديله حاجه. مثلا لو بصينا على اول جروب اللي هي الاو ان بي جي والاي دي اتش والال دي سي، دول كده اول جروب عندي. طلع عندي من الشيت الموجود ان الاو ان بي جي ده عباره عن بوزيتيف تيست، والاي دي اتش طلع نيجاتيف تيست، والال دي سي طلع بوزيتيف تيست. فالاو ان بي جي اخذت رقم 1 والاي دي اتش كانت نيجاتيف فشلت رقم 2 من الذاكره بتاعتي خالص، والال دي سي كانت بوزيتيف فاخدت رقم 4. يبقى انا كده من المجموعه دي بقى عندي 1 و4، هنجمعهم على بعض يبقى كده 5. يبقى كده من المجموعه الاولى خرجت منها برقم 1 اللي هو 5. بعد كده المجموعه الثانيه الاو او سي والسي ار تي والاتش 2 اس، من الشيت اللي معانا عرفنا ان الاو او سي دي كانت نيجاتيف والسي اي تي كانت بوزيتيف والاتش 2 اس كانت نيجاتيف. فرقم 1 انا شلته لان الاو او سي كانت نيجاتيف والسي اي تي كانت بوزيتيف فحطيت لها رقم 2 لان تاني تيست بياخد 2، واتش 2 اس كانت نيجاتيف فشلت رقم 4، فكان تاني جروب اخذت رقم 2. يبقى كده بقى عندي 5 و2. تالت مجموعه مثلا هي يو ار اي والتي دي اي والاي ان دي. اليو ار اي كان بوزيتيف فاخد رقم 1، والتي دي اي كان نيجاتيف فشلت رقم 2 من الذاكره خالص، والاي ان دي كانت نيجاتيف فشلت رقم 4، فبقت المجموعه الثالثه الرقم بتاعها 1، وهكذا لحد ما بنخلص للاخر، لحد ما بنروح للاخر خالص. رحنا للاخر خالص بقى عندي كده 7 ارقام طالعه من 7 جروب، واخد السبع ارقام دول مش بجمعهم ولا اي حاجه، بروح ابص في قلبي بوك كده في قلبي ارقام كتير. من السبع ارقام دول بشوف والله السبع ارقام دول بيعملوا لي انديكيشن على انهي مايكرو اورجانيزم. بس هو كتاب بيبقى فيه ارقام، بقارن الريزلت دي بشوف ده يدل على انهي مايكرو اورجانيزم وخلاص كده. يبقى انا كده عملت ستات كتير بمره واحده وسهلت على نفسي. تمام كده دكاتره، شكرا.